الست العاقله اللي مش بقها فالت في جارتها وصاحبتها وتقفل من دي تقول لدي وتقفل من دي تقول لدي اكبر غلط في الحياه. ده بيقوله على السوشيال ميديا يا نيال. ما هو ده غلط. دي نصيحه يا جماعه. جوزك جه مثلا جاب لك عربيه تروح منزله الصوره شكرا ميرسي يا حبيبي وربنا يخليك. لا ولما بيزعلوا بتلاقي البوستات كلها ماشيه في سكه لا يعني ده صعب جدا. او منك لله وربنا ينتقم منك وبكره شوف. وليه ليه 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 دي حياه وفي ولاد وفي سمعه وحافظ على سمعه مراتك وحافظ على سمعتك ومراتك كرامتها من كرامتك والعكس الصحيح. طب سؤال اخير قبل ما نروح لنقطه ثانيه والموضوع ثاني. لو اختك جت اشتكت لك من جوزها وهي معاها حق يعني هي ما غلطتش وهو غلطان تعملي ايه؟ يعني التوازن ده تعمليه ازاي؟ يعني تدعميها وتقفي مع اختك ولا تقفي في صف جوز اختك عشان الكفه تتعدل وهي تعدي المشكله؟ لا لو هو غلطان حسب هي طلبها مني هيبقى عامل ازاي؟ هل هي بتحكي لي بس فضفضه عشان تخرج الطاقه؟ خلاص هسمع وهسكت لانه ما طلبتش مني اتدخل. هتقولي نصيحه تغلطيها يعني لا بصراحه يا مان انت غلطانه بس هي مش غلطانه. لا ههديها هقول لها افتكري له الحاجات لان دي حقيقه. هو جوزها في حاجات كتير قوي كويسه فعلا ربنا يخليه له يا رب ويحميه. فهقول لها افتكري له الحاجات كتير الحلوه وكلنا بنغلط لكن لو طلبت مني اتدخل ودي حاجه ما افضلهاش هقعد اتكلم معاها بس انا لاني انا بعتبره زي اخويا الصغير. لازم تسمعي وجهه نظره كمان فمفيش بينا الكلام ده يعني ممكن لو سمحت لي ممكن هتدخل واكيد هسمعه.